ألم أخبرك ألف مرة أن تقرع الباب وتستأذن قبل الدخول؟ سيدي الأمر خطير. أياً كانت خطورة الأمر، الآداب العامة يجب أن تراعى. أرجوك يا سيدي أن تسمعني أولاً. لن أسمعك إلا بعد أن تخرج وتطرق الباب برفق، ولا تدخل قبل أن آذن لك. ولكن يا سيدي. أتناقشني أيها الجندي؟ نفذ الأمر. سمع المطر. سيدي صاحب الشرطة. من بالباب؟ أنت تعرف، أنا الجندي هلال. يا للإزعاج، ألم يكن هنا منذ لحظة؟ ادخل، ماذا تريد؟ ركب الخليفة على أبواب المدينة. ماذا؟ لقد حضر الخليفة فجأة ومعه حرسه الخاص. الخليفة هنا؟ لماذا لم تبلغني لنكون في استقباله؟ لقد حاولت لكنك قلت استأذن وأدخل. ماذا مولاي؟ يا لك من جندي مهمل. هيا هيا لنؤمن الطريق، لا تقف هكذا، ساعة تطرق الباب. عاش الخليفة، عاش الخليفة، عاش الخليفة. هل جاء الخليفة ليعزل القاضي؟ بل ليمثل أمامه يا رجل. الخليفة أهم أم القاضي؟ الحق أحق أن يتبع. أفسح الطريق، قلت أفسح الطريق. تفضل تفضل يا سيدي المتهم، أقصد مدينتنا تشرفت بحضوركم. جئت لأمثل أمام القاضي مثلما أراد. أين يجب أن أجلس؟ كما تحب يا مولاي. بل كما تقضي تقاليد المحكمة. مكانكم هناك إلى جانب صاحب الدعوة. حضرة القاضي، ليقف الجميع. يقول هذا الرجل إنك أخذت أرضه لتبني عليها داراً تستقبل كبار الضيوف، هل هذا صحيح؟ صحيح. صمتاً. لم يعد هناك خطأ يا حضرة القاضي. كيف؟ سل صاحب الدعوة. أنا متنازل عن دعواي يا سيد القاضي. ما هذا؟ هل هددك أحد؟ معاذ الله، بل تصالحت وأخذت تعويضاً يساوي قيمة أرضي وأكثر. متى حدث ذلك؟ ليلة أمس. لم يكن مولاي الخليفة يعلم أن الأرض مملوكة لأحد، ولا يمكن أن أقبل بهدم دار تستقبل ضيوف الدولة وأضر بوطني. لماذا لم تقل هذا الكلام من قبل؟ لأنني يا سيدي حصلت على التعويض يوم أمس فقط. أظن الآن أنني قد أبرأت ساحتي. لا يا حضرة الخليفة، لقد رددت حق الرجل الذي أخذت أرضه، لكن يبقى حق المجتمع. أقسم بالله إنني لم أكن أعرف أن الأرض مملوكة لشخص ما، وقد عزلت الوزير الذي أخفى علي هذا الأمر. لا يكفي، يجب أن تعلن أسباب عزل الوزير، يطمئن البسطاء بأن الحقوق ترد. أمرك يا حضرة القاضي. وتدفع غرامة 1000 قطعة من الذهب تبنى بها دار تؤوي الضعفاء وأصحاب الحقوق المنهوبة إلى أن يعودوا لديارهم. رفعت الجلسة. الناس لا حديث لهم اليوم إلا عن عدالة القاضي وشجاعة القاضي وحب القاضي للفقراء. اللهم نقي قلوبنا من الرياء وحب الدنيا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب. لم تقل لي إن لديك قضية أحد أطرافها خليفة البلاد يا أبي. لم أنتبه يا سلمى. كيف؟ أيمكن أن ينسى المرء مقابلته للخليفة الحاكم؟ نعم يا ابنتي، إذا كان قاضياً. القاضي يا سلمة ينظر فقط لما أمامه من أوراق وأسانيد وحجج. ولكنه الخليفة.
إذا نظر القاضي لرتبة من يحاكمه، ما أخذ حقا من قوي وما نال العدل ضعيف. هذا القول الحكيم لن يعفيك من إكمال القصة. حسنا، سأكمل لك. انتشر الإسلام بين القبائل بفضل الله تعالى وبفضل رجل كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، ولكن بقيت بعض القلوب الحاقدة على الدعوة المحمدية الطاهرة. هند، أتتركين ثأرك من حمزة عم محمد؟ والله ما أتركه. بيني وبينك يا أم جميل، لقد كلفت عبدا ماهرا في ضرب الرمح أن يتعقبه في المعارك إلى أن يقضي عليه. لا شك أنه وحشي، فهو من أفضل رماة الرماح بين العرب. انتظري، إنه هو وحشي. هل فعلتها؟ هيا لأدلك على جثة حمزة بين ضحايا المعركة. سأمزقه إربا وسأقتلع كبده وأكله نيئا. ومرت سنوات وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا إلى أحب أرض الله، مكة. أيها الناس، لقد جاءكم رسول الله بجيش لا قبل لكم به، فمن دخل داري فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ما هذا الذي يقوله زوجك أبو سفيان يا هند؟ أسلم مع محمد. وكيف تتركينه يعتنق الإسلام دون إذنك؟ لو قالها أبو لهب لقطعت لسانه. أبو سفيان ليس مثل أبي لهب. ماذا تقصدين يا هند؟ يا آكلة الأكباد، لو كنت نسيتي أذكرك. أصمتي يا حمالة الحطب. تعايرينني بما يقوله في محمد؟ لم أعد أعرف ما هو الصواب وما هو الخطأ، دعيني وشأني. لقد جننت مثل زوجك، كلكم مجانين. نعم، كلكم مجانين، كلكم مجانين، كلكم مجانين. تفضلوا التمر والحليب يا إخوتي في الله. أبا سفيان، أبا سفيان. معذرة، امرأتي ربما تحتاج شيئاً. ماذا تريدين؟ أريد أن أتكلم معك قليلاً. ما رأيت القوم يعبدون الله حق عبادته عند الكعبة قبل الليلة. هذا صحيح، ولكنه قول عجيب منك يا هند. لن يأتي العرب إلى مكة بعد اليوم إلا مصلين قياماً وركوعاً وسجوداً. ماذا تريدين مني بوضوح؟ أريد أن أسلم بين يدي رسول الله. بعد أن أجرت من يقتل عمه وأخرجت كبده ومضغته في فمك؟ هل تذهب معي أم لا؟ والله لا أجرؤ على هذا. خذي معك رجلاً من قومك. سأسأل أخي من أمي عثمان بن عفان. إذا قبل أن يصحبك معه فلا مانع عندي. انظر يا أبا لهب، انظر إلى آلهتنا العوالي. لقد حطموها جميعا. ألا تتحول إلى تراب، والعزة لا تظهر ملامحها. أم جميل، أنا جائع. كان هناك بين الآلهة إله مصنوع من العجوة، ابحثي لي عنه. جائع؟ أهذا وقت طعام؟ انهضي أيتها الآلهة العوالي وخذي بثأرك من محمد وأتباعه. انهضي. أجننت يا امرأة؟ إنها مجرد تماثيل صماء لا تسمع ولا تجيب. أيا ما كان، سأبقى ما حييت أضمر العداء لمحمد وأحارب هذا الدين. وذهبت هند بنت عتبة مع أخيها من أمها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى خيمة النبي عليه الصلاة والسلام.
يا رسول الله، الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه. أنا هند بنت عتبة، وكل ما جاءك عني صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل تسامح: مرحبا بك. تسامحني يا أرحم خلق الله، رغم كل ما فعلت أشهد أنك رسول الله حقا. أغيثوني أغيثوني يا أم جميل، يا عتيبة، أنا سيد قريش. أصمت ودعنا ننام قليلا. افعلي أي شيء من أجلك، الألم يقتلني. أتريدني أن أقترب منك حتى ينتقل المرض لي أنا أيضا؟ أتتركونني جميعا أهلك وحدي؟ لا، نهلك معك لترتاح. يا لقسوة قلبي. البقاء لله يا أم جميل، أعرف أن الفراق مؤلم. ارتحت منه أخيراً، كان أبو لهب في مرضه عبئاً على الجميع. ألن تقوموا بتغسيله قبل دفنه؟ الكل يخشى الاقتراب منه خوفاً من العدوى. أنسيت أنه كان مريضاً بالجرب؟ والعمل؟ اتفق الرجال أنهم سيلقون عليه الماء من بعيد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحت تتحدثين بالله وبمحمد في كل جملة، ما الذي غيرك؟ والله ما كنت في الجاهلية أكره أكثر من محمد، والآن ما عدت أحب العزة لأحد أكثر من رسول الله. امضي عني امضي عني، لا أحب سماع مثل هذا الكلام. جئت لأقدم واجب العزاء. لا تلزمنا هذه المجاملة، هيا هيا هيا. سأمضي لأجمع الشوك وأنثره في طريق محمد، ثم أجلس لأراه وهو يتألم مذمماً أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. مذمماً أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. مذمماً أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. انظري، أليست هذه أم جميل؟ فارقت الحياة، سبحان الحي الذي لا يموت. يبدو أنها اختنقت بالحبل الذي كان في جيدها وهي نائمة، والأشواك التي كانت تعدها انغرست في جسدها. ليرحمنا الله ويحسن خاتمتنا جميعاً. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. نالت ما تستحق. من يأتي في مثل هذا الوقت؟ في الغالب وديدة انغلق الباب عليها وهي في الحديقة، سأفتح لها.
ما الذي جاء بك؟ اذهب قبل أن يراك أبي. لقد جئت لأقابله. إلى من تتحدثين يا سلمى؟ إنه فقير يطلب حسنة. الأمير خالد ولي العهد. ماذا؟ هل لنا أن ندخل يا حضرة القاضي؟ بكل سرور، تفضل يا سيدي. جئت لأطلب القرب منك وأرجو ألا تردني. يشرفني يا حضرة القاضي أن أطلب يد ابنتك سلمى لتكون زوجة لي. هذا شرف لي، ولكن أعذرني يا سيدي، الشرع يقضي بأن أسألها رأيها. لقد أفهمتني أنك حطاب، أنت مخادع. ليس هذا وقت العناد. وجهك يبدو عليه الغضب، هل أنت غير موافقة؟ بل موافقة جدا، أقصد ما تراه يا أبي. أما وقد أصبحنا الآن أهلا، هل لي أن أسألك سؤالا يحيرني؟ تفضل يا خليفة المسلمين. لماذا تشددت علي في حكمك وأنت تعرف أن المخطئ واحد من وزرائي؟ هو عامل عندك وأنت شريكه في المسؤولية. الحكم والقضاء يا سيدي مسؤولية كبرى وعبء ثقيل. يقول الشاعر: إذا جار الأمير حاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أصبت. ألا نقرأ الفاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.